أجمل ترحيب في رحاب مركز يوسف دنون للأبحاث التاريخية والفنية في هذه القاعة، اللي إحدى أو أهم أهدافها هي تطوير الخط العربي والتركيز على القرآن الكريم. إذا ذكرت الكتابة ذكر معها الخط، وإذا ذكر الخط ذكرت معها الكتابة. فهذا المصطلح قديما من زمن السومريين، ويكفي فخرا للعراق عامة أن أول حرف نبع وظهر إلى العالم في الكتابة هو من العراق. رسم الحرف إن كتبناه صحيح فراح نستمر على صحيح، وإذا كتبته خطأ فراح تبقى تستمر على الخطأ. الآن نبتدأ، أول ما نبتدأ بايش؟ حرف الألف. حرف الألف طبعا أي واحد من عندنا أسعد أقول له اكتب حرف الألف، رأسه يشفط القلم أو التباشر، وهذا خطأ جدا. أنا ما أريد أنه واحد يعني إسقاط فرض، لا، أنا المهم تتعلم كيفية الكتابة اعتيادية. حقيقة يعني أهم أهداف هذه الدورة هو نشر الثقافة الخطية وتحسين الكتابة بما يخص الجيل الجديد، واحنا كنا نهدف حقيقة جيل الشباب، وأيضا بكل ما يمس حياة المواطن من أستاذ أو موظف أو اللي يهتم في الكتابة الاعتيادية، واستكمالا لما بدأه الوالد رحمه الله في نشر الخط العربي وثقافة الحرف العربي وتعلمه، فتحنا على بركة الله هذه الدورة، وهي الدورة الأخيرة في العطلة الصيفية لعام 2023 بعد عدة دورات نفذت من قبل مجموعة من الخطاطين المتمرسين وعلى رأسهم الأستاذ الخطاط المتمرس محمد موسى النعيمي وبإشراف الأستاذ باسم ذنون حفظهم الله. ورد في التراث العربي قول كريم ينسب إلى الرسول صلى الله عليه وسلم أو علي بن أبي طالب عليه السلام: علموا أولادكم الكتابة والرماية والسباحة وركوب الخيل. نتيجة للتردي الحاصل في كتابات طلبتنا في مدينة الموصل على وجه التحديد، والإهمال الكبير في موضوع درس الكتابة الذي هو ممزوج مع درس اللغة العربية، وافتقار كثير من العاملين في هذا الدرس إلى الأساسيات، دفعنا إلى إقامة دورة في مجال تحسين الكتابة الاعتيادية التي تعتمد أساساً على فهم خصائص خط الرقعة، ومن خلال كراسة المرحوم الأستاذ يوسف ذنون، ومن خلال ما رأيت الآن كتابات طلب المشاركين والإخوان المشاركين والمشاركات تبشر بخير. فقط يحتاجون إلى الميران، فما يأخذونه يكررونه وسيتقدمون ويحصلون على كتابة جيدة. الهدف من هذه الدورة أنه تحسين الكتابة الاعتيادية لدى كافة شرائح المجتمع، ليس فقط للطلبة وإنما لكافة شرائح المجتمع من مدرسين وطلاب وموظفين. وتمنى يعني من الدوائر التي فيها حقوق الإنسان أن يحذو حذب هؤلاء الطلبة أو هؤلاء المشاركين في هذه الدولة لكي يتحسنوا خطهم، لأنه هناك دوائر فيها حقوق الإنسان. إذا خطأ في اسم يعني ربما يضيع حق إنسان آخر. هاي الدورة أنه أجيد أنه أقدم شكري وامتناني للخطاط باسم ذنون والكادر اللي بذلوا كل جهودهم معانا في سبيل أنه ينطون أجمل صورة ويطلعون أحسن طلاب من جوا أيديهم. ولازم تحسين يعني أنه أنا أدعي أنه كل من يشاهد أنه يجي ويحسن خطه. الشغلة لاعب وما بها أي شيء. حقا نحن اليوم سعداء بحضور الدورة التي أقرها أستاذ سامي يوسف ذنون، اقترحها لتطوير الخط والكتابة في الموصل وفي مركز يوسف ذنون في هذا الصرح العظيم الذي بني من أجل النهوض بمستوى الخطي والثقافي والتراثي في الموصل. لفت انتباهي كثرة حضور العنصر النسوي أو البنات ما شاء الله الطالبات،
وبحضور مبكر للدورة والتزام رائع. هذا يعكس مثل ما تفضل أستاذنا أسامة، يعكس اهتمام أهاليهم ومدى العمق الثقافي الذي يعمله الأب والأم اللي دفعهم إلى هذا حضور هذه الدورات. فهذه الدورة أراها ضرورية لدى الكبار والصغار.